محمد من قناة إيفوي. منذ بداية الألعاب والابتكارات ما زالت مستمرة بالظهور بشكل دوري، وتلاقي الشركات تتنافس فيما بينها للوصول إلى أفضل التقنيات والأفكار الممكنة لدفع صناعة الألعاب لأقصى قدر ممكن. لكن في بعض الأفكار والتقنيات اللي مدى تأثيرها امتد إلى يومنا هذا على هذه الصناعة. بنستعرض في هذا الفيديو 10 تقنيات وأمور غيرت صناعة الألعاب بشكل كامل. نبدأ قائمتنا بالحديث عن أزرار تحكم الديباد. مدى تأثير هذه الأزرار والأشياء اللي قدمتها لصناعة الألعاب كان أكبر حتى مما تتخيل شركة نينتندو مبتكرات فكرة الديباد. فكرة الديباد الرئيسية كانت في تقديم عصا تحكم تتكون من 4 أسهم مقسمة على حسب الاتجاه، وهذا الترتيب الهدف منه تسهيل الضغط على الأزرار بدون الحاجة للنظر لليد بشكل دوري، عكس لو كانت عصا التحكم منفصلة عن بعضها، واللي في هذه الحالة يسهل أنك أنت تنسى ترتيبها وأنت تلعب. بينما بالترتيب المتعامد هذا تصير أزرار الديباد أسهل للحفظ والضغط بشكل لا إرادي بدون الحاجة إلى أنك تشوفها بالأساس. في نفس تلك الفترة كانت أغلب أيادي التحكم تدعم محور واحد فقط، واللي هو المحور الأفقي، ونينتندو كانت بحاجة للمحور الرأسي أو محور واي، لأن ألعاب مثل دونكي كونغ كانت مبنية على الحركة في اتجاهين، ويعني بدون فلسفة الرياضيات هذه كنت محتاج أنك تتحرك للأعلى وللأسفل إلى جانب أنك تتحرك لليمين ولليسار، وهذا معناه أنك محتاج 4 أزرار مختلفة. قبل الديباد الألعاب كلها كانت تعتمد على استخدام عصا تحكم الجويستيك ديجيتال اللي ما تعتبر مناسبة لكل الألعاب، بالذات العاب ال 2D واللي يصير التحكم فيها اصعب بالجويستيك، ولهذا تعتبر عصا تحكم الدي باد دقيقة جدا بالمقارنة بالجويستيك ديجيتال واسهل حتى في التحكم، وهذا ساعدها بشكل كبير في انها تصبح عصا التحكم الاساسية لعشرين سنة تقريبا. وعلى ان استخدام عصا الدي باد اصبح اقل من السابق، بس ما زالت ازرار الدي باد موجودة ويتم استخدامها بشكل كبير جدا، وحتى الاعتماد عليها من قبل عدد كبير من لاعبين العاب الفايت بسبب دقتها العالية. لو ترجع لتاريخ الألعاب في الثمانينيات بتلاحظ أن شركات الألعاب ككل كانت تتعامل الألعاب على أنها هواية ترفيهية موجهة بشكل رئيسي للأطفال، لكن مع دخول شركة سيجا لسوق الألعاب بشكل أكبر مع سيجا جينيسيس، ركزت شركة سيجا على استقطاب المراهقين والبالغين بشكل أكبر في حملاتها التسويقية اللي كانت تتسم بطابعها الشبابي مقارنة بنينتندو اللي كانت تتوجه للجميع. هالشيء حتى لوحظ بالألعاب اللي كانت تنزل على سيجا جينيسيس واللي كان جزء كبير منها يحتوي على الدماء والعنف. هالشيء كان شيء مختلف عن المألوف بالنسبة للاعبين، بس كان شيء رهيب، شيء غريب ما كان موجود في سوق الألعاب، وهالشيء ساهم في شهرة جهاز سيجا جينيسيس على أن الجهاز الموجه للشباب. يعني أنت كنت تعتبر كول لو كان عندك سيجا جينيسيس. يعني أعطيك مثال حتى على نسخ الألعاب اللي كانت تنزل على الجهازين، النينتندو بالتحديد السوبر نيس والسيجا جينيسيس. بتلاحظ أن نسخة السوبر نيس كانت نسخة يتم فيها إزالة الدماء والعنف بشكل شبه كامل مقارنة بالسيجا جينيسيس اللي ما كان عند سيجا أي مشكلة بالإبقاء على الدماء، لأن جهازها ما كان يستهدف الأطفال بالأساس، هذه كانت فكرتهم. ألعاب سيجا تسببت بمشاكل للعالم، لأن ما كان في قانون يمنع الأطفال من شراء هذه الألعاب، مع أنها ما تناسب عمرهم، ولهذا سيجا قررت تطوير نظام يعرف باسم التقييم العمري، وتركت الموضوع للأهالي، وهالشيء بالنسبة لنينتندو كان مرفوض، والرفض هذا امتد حتى للناس اللي موجودين في أمريكا، ولهذا أجبرت الحكومة الأمريكية على التدخل في الموضوع، وتم اعتماد نظام التقييم العمري الموحد على جميع شركات الألعاب. لولا جهود سيجا في اعتماد التقييم العمري كان ما شفنا ألعاب البالغين بالأساس، ولهذا تعتبر هذه الخطوة واحدة من أعظم الخطوات في تاريخ الألعاب. مع بداية التسعينيات كانت أكثر من 10 سنوات انقضت من يوم ما طلع جهاز الأتاري لأول مرة، وبحكم أن صناعة الألعاب تعتبر صناعة جديدة التطورات فيها كانت سريعة جدا، وهذه التطورات ما كانت تشمل تقديم أجهزة أقوى للألعاب فقط، لكن أيضا تقديم المزيد من الأفكار والطرق في عرض الألعاب بأساليب مختلفة. واحدة من الأفكار اللي كانت تحت التجربة هي فكرة عرض الألعاب بثلاث أبعاد مختلفة، وهذه التقنية كانت معروفة باسم 3D. كافة ألعاب الثمانينيات تقريبا هي ألعاب 2D، بس بعض هذه الألعاب كانت
كانت تحاول محاكاة العاب 3D عن طريق يعني أنصاف حلول، مثل أن المطورين يلعبون شوي في ظلال المجسمات والشخصيات المرسومة لإعطاء إحساس بأن اللعبة 3D. وكأمثلة على هذا الشيء عندنا لعبة مثل Metal Slug، كان في محاولات لاعتماد أسلوب رسم 3D، لكن الكل كان يواجه نفس المشكلة، وهي ضعف الأجهزة والضغط الشديد اللي يصير عليها بسبب الأبعاد الثلاثية. لكن في سنة 1992 قدمت وولفنشتاين 3D أفضل تطبيق ممكن لألعاب 3D. فاللعبة تبنت لكثير من الأفكار المبهرة، مثل ما يعرف باسم ري كاستينج، واللي هي باختصار التركيز على الأشياء اللي يشوفها اللاعب فقط، مع إهمال ما تبقى من التفاصيل والأجزاء الثانية الموجودة في المرحلة إلى ما اللاعب يشوفها. هالشيء دفع حتى أضعف الأجهزة على تحمل لعبة وولفنشتاين، وسهل تشغيل ألعاب 3D عليها. ظهرت لعبة دوم بعد سنة واحدة فقط من وولفنشتاين من نفس المطور، وتعتبر هذه اللعبة هي المؤسس الفعلي لتصنيف 3D، لأنها كانت تمتلك تفاصيل أكبر من وولفنشتاين بمراحل. يعتبر تصنيف 3D حاليا هو أهم تصنيف في صناعة الألعاب، وتقريبا أي لعبة 3D تشوفها حاليا ما كانت بتكون موجودة لولا وجود وولفنشتاين ودوم. ألعاب الأونلاين أصبحت جزء رئيسي من حياة أغلب اللاعبين حالياً. هذا النوع من الألعاب يحظى بدرجة كبيرة جداً من الاهتمام بسبب تجربة التحدي اللي تقدمها للاعبين. التحدي هذا اللي ما تحصله بألعاب الأوفلاين، لأن ألعاب الأونلاين تبرز مهارتك بين مجتمع اللاعبين بشكل أكبر، أو يعني هي باختصار. بس يعني أول نوع من أنواع ألعاب المالتي بلاير بدأ في سنة 1980 وأنت طالع، وهذا النوع من الألعاب يعرف باسم مودز أو MUDS، واللي هي اختصار لاسم مالتي يوزر دنجنز. والنوع هذا تقدر تقول إنه عبارة عن ألعاب كتابية تفاعلية بين مجموعة من اللاعبين. وطبعا مع سرعة الانترنت اللي كانت تعتبر بدائية جدا، كان هذا النوع من الألعاب هو النوع الوحيد المناسب لتلك الفترة، ومن هنا كانت بداية ألعاب الأونلاين. عدد كبير من شركات الطرف الأول في الثمانينيات انجذبت لفكرة ألعاب الأونلاين اللي كانت تعتبر ثورية، وخدمات مثل ساتلافيو من نينتندو وسيجا تشانل من شركة سيجا بدأت بالعمل على نطاق جيد، وحصلت على شريحة مقبولة من اللاعبين. لكن الشيء اللي منع شركات الطرف الأول استمرار بدعم هذه الشبكات كان في غلاء أسعار الإنترنت بالنسبة للمستخدم العادي. هذه الأمور تغيرت في بداية التسعينيات، وأسعار اشتراكات الإنترنت صارت أفضل بكثير مما كانت عليه. لكن إلى ما تتحرك شركات الطرف الأول وتبدأ تدعم أجهزتها اللي يمكن ما تكون جاهزة بالأساس، شركات ومطورين الطرف الثالث استغلوا وجود منصات جاهزة لدعم ألعاب الأونلاين مثل ويندوز وماك. وألعاب الطرف الثالث هذه كانت سبب الحقيقي في شهرة ألعاب الأونلاين وانتشارها ما بين اللاعبين كالنوع الجديد من الترفيه. أمثلة على هذه الألعاب كانت تتضمن Nexus The Kingdom of the Winds، وألعاب Quick وStarcraft وCounter Strike وEverQuest وغيرها من الألعاب. أكبر مشكلة كانوا يعانون منها اللاعبين بشكل كبير جدا في الألعاب كان موضوع الحفظ. فبحكم نقص الإمكانيات في الأجهزة عموما، كنت مجبر أنك أنت تعيد اللعبة في كل مرة تلعبها. بعض الألعاب كان مستحيل أنك تخلصها بالأساس بسبب عدم وجود إمكانية الحفظ. وعندك أمثلة على هذا الشيء مثل ألعاب كونترا ونينجا جايدن وغيرها من الألعاب اللي كانت تمتاز بصعوبتها وتعقيدها. يعني تخيل صعوبة هذه الألعاب كانت مثل ألعاب السولز اللي لازم تعيدها كذا مرة عشان تبدأ تفهم الرتم هذا كيف ماشي. وفوق كل هذا لو خسرت لازم تعيد اللعبة من البداية لأن الجهاز ما يقدر يحفظ لك. كان في بعض الحلول اللي تعتبر نص كم، يعني مثل أنك تحفظ باسورد أو كود، تقدر عن طريق أنك تعدي مراحل خلصتها من أول عن طريق أنك تدخل الكود هذا من بداية اللعبة. بس هالشيء ما كان عملي بالنسبة للاعبين. نينتندو كانت أول شركة جاءت بفكرة الحفظ بالألعاب. هالشيء تم عن طريق إدراج رقاقة رام داخلية تحفظ تقدمك باللعبة، وهذه الرقاقة كانت مربوطة ببطارية موجودة داخل الكارترج. الفكرة هذه تم تطبيقها لأول مرة مع لعبة The Legend of Zelda، وكانت تعتبر فكرة عبقرية جدا لأنك أنت تتكلم عن شيء صار في سنة 1986. وبعد هذا الشيء بأربع سنوات فقط أعلنت شركة SNK عن توفر أول ميموري كارد أو رقاقة حفظ خارجية لجهاز منزلي، وهذا الشيء كان مع جهازهم نيو جيو AES. بينما جهاز إكس بوكس الأول هو أول جهاز يحتوي على هاردسك داخلي، وهذه الفكرة كانت تعتبر فكرة ثورية جدا وأثبتت جدارتها وصارت لاحقا أساسية في أجهزة الألعاب. أقدم عصا تحكم مشهورة في الألعاب هي عصا تحكم الجويستيك من نوع الديجيتال، وهذه العصا موجودة من فترة ظهور أجهزة الأركيد.
عصا الجويستيك من نوع ديجيتال تقدر تغطي 8 زوايا رئيسية كما هو ظاهر في الشاشة، لكن مع ظهور أزرار الديباد بالثمانينيات أصبحت الجويستيك أقل أهمية لدى المطورين لأنها ما تقدم أي شيء مميز عن عصا تحكم الديباد، وبالعكس عصا الجويستيك ديجيتال كانت تعتبر أصعب بالتحكم والمسكة وغير مريحة أبدا مقارنة بالديباد، ولهذا شركات الطرف الأول قررت أنها تستغني عن عصا تحكم الجويستيك وتستبدلها بعصا تحكم الديباد، وهالشيء يمكن شفته في الانياس والسوبر انياس والسيجا جينيسيس اللي كانوا يعتمدون على الديباد بشكل رئيسي. في منتصف السبعينيات ظهرت تقنية تعرف باسم انالوج ستيكس، وهذه تعتبر نوع جديد من انواع الجويستيك لكنها تعمل عن طريق تيار كهربائي مستمر يعطيك دقة اعلى بكثير من دقة الديباد والجويستيك ديجيتال مجتمعين، وتقدر تغطي زوايا اكثر من مجرد 90 و 180 وغيرها، ولهذا مستوى الدقة ارتفع بشكل كبير بسبب هذه اليد. ومع ظهور العاب ال 3D قامت سوني بتقديم فكرة ذكية جدا تكمن في استخدام عصاتي انالوج بدلا من عصا واحدة فقط للتحكم بالشخصية والكاميرا بنفس الوقت. هالشيء احدث ثورة في الاجهزة المنزلية واعطى مساحة للكثير من الافكار اللي ما كان ممكن انها تكون موجودة لولا عصا تحكم الانالوج، اللي سهلت من تحكم اللاعبين بزاوية الكاميرا وفتحت المجال لألعاب الشوتر على اجهزة الكونسل. سوني في بداية الألفينيات كانت أكثر شركة صاعدة ومهمة للاعبين. مايكروسوفت من جهة ثانية كانت شركة جديدة تبغي تفرض نفسها في صناعة الألعاب. اللعب عبر الشبكة أو الأونلاين باختصار كان شيء حديث على عالم الألعاب، لكنه كان يقتصر على البي سي. كان في محاولات في هذا الجانب من قبل شركة سيجا مع جهاز دريم كاست اللي كان يعتبر جهاز ثوري على وقته، لكنه فشل بسبب العديد من الأسباب اللي تكلمنا عنها في فيديو مستقل بتحصله في علامة التعجب. ومع زوال الجهاز المنزلي الوحيد اللي كان مهتم في موضوع اللعب عبر الشبكة أصبحت المساحة مفتوحة لشركة مايكروسوفت لتحل محل سيجا. جهاز اكس بوكس كان مبني حول فكرة اللعب عبر الشبكة، فمايكروسوفت قررت إدراج منفذ إيثرنت في الجهاز لدعم سرعات إنترنت تكفي لتشغيل وأيضا تحميل المحتوى. وبحكم أن اكس بوكس كان يحتوي أيضا على مساحة داخلية ما بين 8 إلى 10 جيجا بايت، هالشيء سمح للاعبين بتنزيل إضافات تشمل مابات ومراحل وشخصيات وما إلى ذلك، وهذا الشيء حول ألعاب اكس بوكس الى العاب حيه تتحدث بشكل مستمر. وبحكم سرعه منفذ الايثرنت صار بامكان اللاعبين التواصل عبر شبكه الانترنت باستخدام الصوت، وهذه لوحدها كانت تعتبر شيء ثوري وساعدت في شهره الكثير من الالعاب التنافسيه لعل اهمها هيلو وأريال تشامبيونشيب وغيرها من الالعاب التنافسيه المختلفه. ومن كثر ثقه مايكروسوفت باللعب عبر الشبكه قررت الشركه بيع جهازها بخساره تصل الى 125 دولار امريكي فقط من باب ان الناس تتحمس وتاخذ الجهاز. وضعت الشركة كل آمالها على اشتراكات خدمة اللايف على أمل تعويض خسائر الجهاز. الثبات العالي اللي كان في خدمة اللايف مع الأفكار الثورية اللي كانت موجودة فيها ساهم بشكل كبير جدا بوصول مشتركين خدمة اللايف إلى 1 مليون مشترك في خلال سنتين فقط، وانت تتكلم عن جهاز جديد، وارتفع هذا العدد إلى 2 مليون مشترك بعد سنة واحدة فقط من ذلك. واستمرت خدمة اللايف بالتطور بشكل تدريجي بالأرقام والمزايا حتى أصبح اللعب عبر الشبكة شيء أساسي مستخدمين الكونسل. خاصية مشاركة الصور والفيديوهات المعروفة باسم شير صارت شيء أساسي في كافة أجهزة الألعاب، وصرت بضغطة زر واحدة فقط تقدر تشارك أي لقطة أو مشهد على شبكات التواصل المختلفة مع ملايين اللاعبين بدون الحاجة لتصوير الصورة ونقلها من جهاز لآخر. الشيء هذا ما كان موجود بنفس هذه السهولة حتى بداية جيل بلايستيشن 4، الوقت اللي قررت فيه سوني أنها تضيف واحدة من أفكارها الغريبة اللي نشوفها في كل جيل. في بداية ذاك الجيل كنت أشوف أن إضافة زر شير يعني تعتبر إضافة جيدة، ولكن كنت أشوفها شبيهة بأفكار سوني الشاطحة في بداية كل جيل واللي تبدأ على أنها فكرة رهيبة مثل السكس أكسس كمثال، بس تنساها مع الوقت وتحس أنها ما لها لازمة بالأساس. لكن المفاجأة هي أن هذه الفكرة البسيطة جدا سهلت وبشكل كبير على الناس مشاركة محتواهم على شبكات التواصل، حتى اللي ما يهتمون في هذه الأمور تلاقيهم يشاركونك سكرين شوتس مختلفة. التقاط الصور والفيديوهات صار أسهل بكثير من السابق، وكل هذا بفضل وجود زر شير الموجود في يد تحكم بلايستيشن 4. وجود هذا الزر ساعد بوجود فكرة فوتو مودز اللي صارت موجودة في أغلب الألعاب الكبيرة وتسمح لك بالتقاط صور من اللعبة ومشاركتها. على أن فكرة شير تعتبر فكرة بسيطة جدا، لكن مدى تأثيرها امتد لكافة الأجهزة الأخرى وحاليا صارت شيء أساسي في أيادي تحكم الألعاب.
التحول لخدمات الانترنت صار شيء لابد منه. الشركات حول العالم تسعى للتخلص من نظام بيع السلعة واستبداله بنظام الخدمات، لأن مشكلة السلع دائما أن بمجرد شرائها تنتهي علاقتك بالبائع، عكس الخدمة اللي علاقتك المفترض أنها تكون مستمرة مع مزودها. هذا الشيء بالضبط اللي كانت تدرسه شركة مايكروسوفت لسنوات، واللي كانت متأثرة جدا بأسلوب نتفليكس في كيفية إنتاج وشراء وترخيص العديد من الأعمال السينمائية والفنية للخدمة، بحيث تصير عندك قائمة من مئات الأعمال في اشتراك واحد شهري فقط. ولهذا في 2017 أعلنت مايكروسوفت عن خدمة جيم باس، اللي فكرتها الرئيسية قائمة على ترخيص مئات الألعاب للعب ما دامت اللعبة موجودة ضمن الاشتراك وما دمت مشترك في الخدمة نفسها. مايكروسوفت بدأت بإدراج ألعاب استوديوهاتها ضمن الخدمة بشكل دائم والقيام بصفقات مجنونة كجلب ألعاب صدرت قبل عدة أشهر فقط للخدمة. تهور مايكروسوفت أوصلها حتى إلى إصدار ألعابها الجديدة مباشرة ضمن الخدمة دون الحاجة لدفع أي مبلغ إضافي لشراء هذه اللعبة. ومن كثر ثقة مايكروسوفت بهذه الخدمة قامت الشركة بشراء العديد من الاستوديوهات كوسيلة لزيادة قائمة ألعابها الحصرية على منصتها، وبالتالي زيادة ألعاب خدمة جيم باس. تعد خدمة جيم باس حاليا هي أهم خدمة ألعاب موجودة مع 15 مليون مشترك، وهذه الخدمة فتحت المجال لشركات أخرى مثل سوني بتقديم أفكار مشابهة للاعبين، على أن فكرة الخدمات قد تتسبب باحتكار العديد من العناوين في المستقبل، لكن أنا على الأقل واثق أن الكل بيتنافس مع الطرف الآخر لتقديم أفضل خصائص ممكنة للاعبين تجبرهم على الاشتراك في خدماتهم. وهذا يوضح مدى تأثير خدمة جيم باس على مستقبل صناعة الألعاب عموما. يؤسفني دائما بأن الجيل الجديد من اللاعبين ما يقدر عظمة وأهمية نينتندو في صناعة الألعاب عموما. شركة نينتندو قدمت الكثير لصناعة الألعاب وغيرت الصناعة في أكثر من ابتكار، لكن دائما وأبدا أهم ابتكار ظهرت به شركة نينتندو بالنسبة لي أنا شخصيا واللي سيظل كذلك للأبد هو جهاز جيم بوي. جهاز جيم بوي حقق حلم بالنسبة للاعبين، وهو إمكانية لعب ألعاب الفيديو خارج المنزل. الجهاز كان يمتلك كمية ضخمة جدا من الألعاب مع قائمة تصل إلى 1046 لعبة مختلفة وأغلبها كان بجودة عالية. وتخيل بأن مع أن هالجهاز صدر في سنة 1989 إلا أن هالجهاز كان قادر على تشغيل العديد من الألعاب المختلفة لمدة 10 إلى 15 ساعة. لولا وجود جهاز جيم بوي ما كان ممكن نشوف سوق الألعاب المحمولة، ولا كان ممكن نشوف اهتمام حتى بالألعاب المحمولة بالأساس. بغض النظر عن وجود أي جهاز ألعاب مثل جيم واتش أو أي جهاز آخر، لكن ما في جهاز ألعاب محمول يتعدى ما تم تقديمه في جهاز جيم بوي والتنوع الفظيع اللي كان موجود فيه. إذا كنت من محبين اللعب على الأجهزة المحمولة، المفترض أنك تكون عارف السبب الحقيقي وراء وجود هذا السوق. إذن هذه كانت قائمة بعشر ابتكارات وأمور غيرت صناعة الألعاب للأبد. شاركنا تحت بقائمتك الخاصة مع ذكر الأسباب، وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو. فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.